قرر وزير الأوقاف المصري دكتور مختار جمعة تشكيل مجلس إدارة لمسجد الإمام الحسين بالقاهرة القديمة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق. كما قرر جمعة تعيين الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة دينية بمجلس النواب رئيسا لمجلس إدارة مسجد السيدة زينب. فماذا وراء هذه التعيينات؟ وهل هي بالفعل بهدف التطوير دعويا وإنشائيا كما قالت وزارة الأوقاف في بيانها اليوم، أم أن هناك تفسيرات أخرى لهذه القرارات؟ نشاهد التقرير أولا ثم نبدأ النقاش. أنا لي أربعة أخواتي دي بناديهم. مسجد الحسين أحد أبرز معالم القاهرة وقبلة المتصوفين والمحبين لآل البيت. سيدنا الحسن والحسين والسيدة والإمام علي أبيهم، كمني جدهم الحبيب النبي أنا لي العشم فيهم. يعود الحديث عنه مجددا مع إعلان وزير الأوقاف تعيين مجلس إدارة له يرأسه إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية. تضمن القرار كذلك تعيين أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب رئيسا لمسجد السيدة زينب. لا ثمة تفاصيل كثيرة عن الأسباب أو الطريقة أو الأسس التي بني عليها القرار الذي تقول الوزارة إنه يأتي ضمن محاولتها إعادة تشكيل مجالس إدارات المساجد الكبرى. والمسجدان المشار إليهما يعدان ضمن أكبر 10 مساجد تضخ أموالا كبيرة عن طريق ما يعرف بالنذور. عتبت على الوقت قل الوقت وأنا مالي بملي لكن كبت فضي لي وأنا مالي. رسميا تقول الأوقاف إن قرارها يأتي في إطار الاهتمام بهذه المساجد دعويا وفنيا، غير أن مراقبين يرون القرار محاولة لإحكام القبضة على صناديقها المليئة بالتبرعات من روادها المحبين لآل البيت، وهي أموال تربو على 5 ملايين جنيه سنويا حسب آخر إحصائية للجهاز المركزي للمحاسبات عام 2007. الحمد لله رب العالمين. أموال يحيط الغموض كثيرا من مصارفها. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف المصرية السابق، كما أرحب بالكاتب الصحفي سليم عزوز. أهلا بضيفي الكريمين. أهلا ومرحبا. بداية أبدأ بفضيلة الدكتور محمد الصغير. فضيلة الدكتور محمد، بقرار من وزير الأوقاف المهندس إبراهيم محلب مساعد السيسي للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق يترأس مجلس إدارة مسجد الإمام الحسين، وتعيين دكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب رئيسا لمجلس إدارة مسجد السيدة زينب، وهناك تشكيل مجالس إدارات للمساجد الكبرى في المرحلة المقبلة. كيف تقرأ هذه القرارات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القرارات ليس لها إلا قراءة واحدة عندي، وهي قراءة مالية بحتة. الذي يتابع ما يفعله النظام عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة يرى أنه يضع يده بإحكام على أصول وزارة الأوقاف المالية لما تمر به مصر في أيامه من قحط ومن أزمة اقتصادية كبيرة. هذه المساجد تدر أموال ضخمة جدا بالملايين. مثلا المسجد السيد البدوي وهو من هذه المساجد العشرة، مسجد السيد البدوي يزيد عن 2 مليون في السنة. مسجد أبو الحسن الشاذلي في صحراء حميثرة في 3 أيام فقط لما كنا في وزارة الأوقاف قرب من 500,000 جنيه في 3 أيام فقط، اللي هي أيام المولد. الناس البسطاء الغلابة الذين عندهم غبش في العقيدة بيدفعوا أموالهم تقربا إلى آل البيت وإلى أولياء الله الصالحين، فأراد عبد الفتاح السيسي أن تسقط في يد العسكر عن طريق إبراهيم محلب وأسامة العبد، فيريد وضع يد مباشرة على هذه الصناديق لأنه أصلا. لماذا حسمت بذلك وجزمت بذلك؟ طيب أنا هسأل سؤال يعني خلي المشاهد يفهم معانا. حضرتك عرفت إبراهيم محلب بأنه مساعد رئيس الجمهورية وكان رئيس وزراء. حسب الترتيب الوظيفي اللي أنا عشته في وزارة الأوقاف، المساجد الكبرى بيكون ليها اسمه إمام أول، وده بيكون بدرجة وكيل وزارة. يعني المفروض التعيين يكون إنسان ترقى. شفنا واحد كان رئيس وزراء يرجع يبقى أصبح في منصب وكيل وزارة
بإمام أول. هذه الوظيفة وظيفة إمام، يترقى الإمام من المساجد الصغرى حتى يصبح إمام أول بدرجة وكيل وزارة، لكن لا، هذه عسكرها لوزارة الأوقاف من أجل الوصول إلى الأموال. وهذا الذي حدث أيضا في أصول وزارة الأوقاف أو الأوقاف المصرية الموجودة في اليونان ليس منا ببعيد. يعني عسكرة ازاي اذا ما كانش فيه لواء اهوت؟ مش دايما زعلانين موضوع تعيين لواءات ولواءات جيش او شرطه؟ ما فيش لواء اهوت، في رئيس جامعه سابق ورئيس اللجنه الدينيه بمجلس النواب، وفي مساعد السيسي للمشروعات القوميه راجل مدني ورئيس وزراء سابق. ما احنا عندنا حاليا اصبح زي ما في رئيس مدني بخلفيه عسكريه، اصبح عندنا ايضا رجال مدنيين بخلفيه عسكريه. يعني على كل شكل تقرؤونها عسكريه. طيب عسكريه فعلا. يعني لماذا تبتسم استاذ سليم؟ يعني هل هذا القرار يعني يضاف الى القرارات التي ايضا انت تنظر اليها انها نوع من سخريه المشهد؟ شوف. ام انه كما يراها اقتصاديون ان وزاره الاوقاف يجب ان يديرها اقتصادي، لان وزاره الاوقاف تعتبر مشروع استثماري وليست مشروع دعوي وانشائي وما الى ذلك. يعني هو اولا مسجد الحسين ما هوش مشروع استثماري، ما هوش دير، ما هوش موضوع اقتصادي، واذا كانت المساله لها علاقه بالاقتصاد فاعتقد انها مرتبطه بفكره اموال النذور، واموال النذور الواحد فيها زائد واحد يساوي اثنين. الناس بيفتحوا يعني طول الوقت ومن عمر البشر، من عمر مصر يعني طول الوقت يجيبوا الصندوق، يفتحوا الصندوق، يعدوا اللي في الصندوق، يشوفوا كم القسمه تبقى ازاي وهكذا. يعني هي ما هياش قصه محتاجه حد عبقري في عبقريه ابراهيم محلب. اللي انا عايز اقوله انه يعني انا تبين لي ان السيسي متابعني، لانه لما اتقال انه عبد الفتاح السيسي في بدايه الانقلاب استولى على الجيش على طريق مصر اسكندريه الصحراوي وقعد هو اللي يجمع الكارته، انا كتبت قلت له لا، اذا كانت لك يعني لك مراد في مساله الفلوس ففي اموال النذور يبدا بالسيد هذا. يعني هو واضح جدا، لانه الفكره هنا فكره انه راجل عايز يحط بالفعل. طب ما تقول شويه افكار فلوس تانية يعني يمكن يعني ما احنا هنقوله كتير جدا في هذا المجال. لا بريت تعمل له بلوك ويريحني. هو تقريبا طالما مصلحه يا استاذ سليم، يعني لعل في هذا المصلحه رجل كان مسؤول عن تشكيل الوزاره المصريه، رئيس حكومه، رجل اقتصادي، ابراهيم محلب رجل اقتصادي لا شك في هذا. صندوق النذور به هو يعني فيه اموال كثيره، اموال من الممكن الاستفاده بها، من الممكن توظيفها، من الممكن الاستفاده بها حتى لصالح العاملين في وزاره الاوقاف. احنا بنشوف الامام والخطيب اللي ما بيقبضش كويس، بنشوف العامل اللي مقابل المادي مرتبه الشهري زهيد جدا جدا، وهم ايضا معينون موسميا وليس يعني في الهيكل الاداري الاصيل للدوله. الا يمكن انه ممكن ابراهيم محلب واسامه العبد يعدلوا ويقوموا هذه المنظومه؟ يعدلوا ايه؟ هي المساله في النهايه مرتبطه باللائحه، يعني هناك لائحه لاداره صناديق النذور. يعني لا مسجد الحسين ده يعني مصنع الحديد والصلب، ولا هو حديد الدخيله، ولا هو اي شيء من هذا القبيل بحيث يحتاج الى عقليه اقتصاديه فذة. طب ماشي، ده راجل عقليه اقتصاديه فذة اللي هو ابراهيم محلب الذي فشل ان يكون رئيسا للوزراء. الثاني اللي جابوه رئيس اللجنه الدينيه ده عقليه اقتصاديه فذة؟ يعني ما هياش عقليه اقتصاديه، يعني ايه ده؟ دعوه مع اقتصاد يعني ده في مسجد ثاني، يعني مش مع بعض. يعني ده في مسجد، ده بتاع السيده وده بتاع الحسين، ومن السيده للحسين غلبتني يعني. فالقصه انا شايف انه هذه مرحله وسيطه لبعد كده تبقى المساله في ايدين العسكر بشكل مباشر. القضيه ليست قضيه مجالس ادارات المساجد، كان فيه لائحه اتعملت في عهد يعني الاخوان في 2013 في عهد الرئيس محمد مرسي، اللي هي لائحه قالت انه ادارات المساجد دي تتم بالانتخاب، يعني يشكل مجلس الاداره بالانتخاب. قبل كده كان بيتعين، يشكل مجلس الاداره بالانتخاب، ده كان في 4/3/2013. اللي حصل بعد كده انه هم وبعد كده الشك يعني قعدوا ينقل كم رئيس مجلس اداره فيحط حد مكانه زي ما عملوا العدو ودير الصحه في مسجد الحصري. اللي حصل الان واللي حاصل دلوقتي انه هو بدا يعني الفكره مش مجالس الادارات، مجالس الادارات دي مساله مرتبطه بعمليه تاميم المساجد اللي هو بداها من يوم ما مسك. اللي حاصل دلوقتي تاميم اموال النذور، هو راجل جاي وعينه على اي يعني اذا كنا احنا شفنا بالامس انه احد الضباط او احد الجنود فارش في الشارع وبيبيع حاجات تحولوا الى باعة جائلين، الى باعة جائلين حلوان طردوا منها قدام محطة المترو الباعة الجائلين، وتولى الجيش عملية انه يبيع في الشارع.
يعني الجيش يتحول الى مستثمر في ما هي هي دي النقطه ان ابراهيم محلب ليس جيش واسامه العبد ليس جيش كما قلت. ابراهيم محلب تعيين قائد الجيش، يعني ابراهيم محلب الذي عينه عبد الفتاح السيسي. طب خلينا ننتقل عبد الفتاح السيسي، خلينا ننتقل الى ما بره هذا القرار. مرحله دي مرحله هتتحول بعد كده. كل طيب سأعود اليك يا استاذ، لكن ينضم الينا عبر الهاتف من القاهره علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي. استاذ علاء اهلا بك معنا، هل يمكن قراءه هذه القرارات من وجهة النظر الاقتصادية، خاصة أن يعني المساجد والأوقاف بتدر ملايين من تبرعات المواطنين المسلمين؟ يا سيدي الفاضل، إن الأمر أكبر من ذلك، لأن إجمالي التبرعات في كل الجوامع الكبيرة وعلى رأسها الحسين لا تصل إلى $1,000,000 في السنة، وليس هي ليست مطمع لا للجيش ولا مطمع للمحلب. لكن أنا في تقديري أن الحكومة ترى أن هذه هي أحد القوى الناعمة، ومن المهم أن يكون في مجلس إدارة بشخصية واعية، شخصية مدنية واعية، بما أن هناك حساسية. هو بس أنا بس أحب أقول لك يا أستاذ علاء، أحب أقول لك يا أستاذ علاء أن حصيلة أموال صناديق النذور بالمساجد بلغت 67 مليون جنيه بداية العام المالي الجاري، يعني مش $1,000,000 بس، يعني ده معلومة فقط. يا سيدي الفاضل، $5,000,000 ليست هي مطمع، وليست هي التي تؤثر، وليست التي تشغل بال الحكومة ورئيس الدولة ورئيس النظام، لكن هو الأمر مرتبط أن ده عبارة عن إعادة اعطاء الفرصه لهذه الجوامع لتقوم بدورها، وخاصه ان اذا رجعنا الى بالنسبه للنذور وبالنسبه لهذه التبرعات فهي في قرارات تحكمها، قانون 18 لسنه 1976 وده بيعطي 10% للطرق الصوفيه، وهناك تقسيم لذلك في القرار الوزاري 72 لسنه 2014. فانا بظن ان الاهتمام الان بالنسبه لذلك يبقى حاوله تدعيم القوى الناعمه، محاوله محاربه الارهاب، محاوله اعطاء دور اكبر بالنسبه للجوامع الكبرى. طيب اسمح لي يا استاذ علاء، اسمح لي يا استاذ علاء، من يقود يعني الدعوه والخطاب الديني؟ هم الائمه والخطباء اللي هم اساسا بيتواصلوا مع الجمهور، اذا ما كان هذا هو الهدف الذي تشير اليه. يعني هل هناك علاقه لرجل اقتصادي كبير في حجم ابراهيم محلب الى ان يقوم بهذا الدور في مسجد مثلا او اثنين، او حتى مجلس اداره المساجد كلها؟ دكتور اسامه العبد رئيس اللجنه الدينيه بمجلس النواب وكان رئيس جامعة الأزهر، هل ما كانش في حد من الأئمة والخطباء في كل مسجد يقوم بهذا الدور؟ هل عقمت المساجد أن تنجب من الأئمة والعلماء من يقوم بهذا الدور؟ يكون هناك تفكير جديد، وتفكير جديد لناس هي محل تقدير ومحل ثقة بالنسبة للقيادة السياسية، سواء الدكتور أسامة العبد أو السيد إبراهيم محلب، وأن الأمر محتاج أن يكون هناك اهتمام بهذا الدور لمحاولة محاربة التطرف، ومحاولة تقديم صورة جيدة للإسلام، ومحاولة يعني الاهتمام بالدور الحقيقي للمسجد من ان يكون منار. يعني المهندس، معذره، يعني المهندس ابراهيم محلب مساعد السيسي للمشروعات القوميه ورئيس الوزراء السابق يكون اكثر خبره بالمساجد من علمائها وائمتها الذين يقودون الخطاب الديني؟ ليس اكثر خبره بالنسبه للجانب الكهنوتي او الجانب الديني، لكن هو اكثر خبره بالنسبه للجانب العملي. هو معذره ما فيش كهنوت في الاسلام، معذره ما فيش كهنوت في الاسلام. يعني يا سيد الفاضل ماذا نقول؟ الان كان الخوف والرفض بالنسبه للعسكر، الان الاشخاص دي مدنيه، الامر ان هذه الاشخاص تفكر لديها خبره في الحياه، ولديها علاقات جيده، ولديها نجاحات في مجالات متعدده، فهي اتاحه لمساعده بالنسبه لدور الحقيقي بالنسبه للجامع، وليس الامر لا يتطلب ذلك، لان الكثير مثلا من الجامعات او حتى يعني انت في نظرك ان المهندس ابراهيم محلب، انت في نظرك المهندس ابراهيم محلب يعني رمز من رموز النجاح الاقتصادي في مصر، مع العلم ان الحكومه نفسها بتشهد ان هناك فشل اقتصادي ذريع بدا من اول عصر محلب؟ يا سيد الفاضل، الامر ليس بهذه السهوله، احيانا بتكون في مشاكل خارجيه، مشاكل مرتبطه بمنطقه الشرق الاوسط، لكن احنا نتكلم انه رجل دوله، وانه لديه علاقات جيده ولديه مقدره على تحرير دور المسجد. طيب يعني ارجو لو تظل معي استاذ علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي. يا جماعه احنا بنناقش الاراء ويجب ان احنا نحب بعض. لا يعني نحترم اراء بعض، ما احنا محترمين اراء بعض، بس نحب بعض لكن يعني نحترم اراء بعض، احنا محترمين اراء بعض بس. هو بس في سؤال اللي انا عايز اطرحه، ايه هو علاقاته الجيده هيستثمرها في ايه يعني؟ وبعدين ايه فكره اصله عشان مساجد والتطرف؟ المتطرف مش هيصلي في الحسين بالمناسبه، والسلفي مش هيروح من بابه على مسجد سيد البدوي، والراجل اللي هو عنده شبهه شك انه يبقى راجل ارهابي في المستقبل مش هيعدي من على رصيف مسجد سيده زينب. يعني ايه هو ايه هو فكره التطرف والخوف على التطرف والعمل من اجل يعني؟ وهل جدع الدكتور ابراهيم محلب ده
اساسا يعني مؤهل لفكره انه هو يعني ايه هو دوره التاريخي والديني في مجال الدعوه علشان خاطر يستطيع انه يستخدم علاقاته في انه ينشئ عمليه جديده جدا. طب خلينا نسال الدكتور عبد المقصود باشا وهو معنا عبر الهاتف من القاهره. دكتور عبد المقصود اهلا بك معنا، وانت الاستاذ في جامعه الازهر. يعني الائمه والعلماء والخطباء في المساجد ما شاء الله لهم اتصال مباشر بالجمهور وهم المسؤولون عن الخطاب الديني، ألم يكونوا أولى في تولي هذه المناصب لاختلاطهم بأهل المساجد وروادها؟ بداية السلام عليكم ورحمة الله وتحياتي لضيوفك سواء من القاهرة أو من الاستديو. بالنسبة لهذا الأمر أنا أراه أمرا عاديا تماما تماما، ولا داعي لتحميل الأمر فوق طاقته. إبراهيم محلب أو الدكتور أسامة شخصيات عامة، كون وزير الأوقاف يأتي بهما على رأس مسجدين كبيرين ليس في هذا ما يسيء وليس في هذا ما يضر. يعني إن إحنا بنشوف ودائما كنا نتشدق إن فلان الفلاني في أمريكا أو في دول الغرب كان يشغل منصبا رفيعا ثم لم يترفع عن شغل منصب أقل، فهنا إذا حصلت الحادثة هنا نجعلها قضية من رئيس وزراء إلى رئيس إدارة مسجد؟ أنا بس ألا يتضمن ذلك يا دكتور من الممكن أن تقرأ أنها رسالة ضمنية أنه ليس في المساجد اللي هي مسؤولة عنها وزارة الأوقاف من يستطيع القيام بهذه المهمة؟ ومعذرة يعني هذه المهمة مهما تكن من احترامها هي مهمة يعني دعوية علمية، مهمة دعوية علمية، وحتى وإن كان فيها جانب اقتصادي. مسؤوليات إبراهيم محلب كمساعد للسيسي في المشروعات القومية ورئيس وزراء أسبق أكيد أكبر من ذلك. يعني أيضا لا ننسى أن إدارة مسجد كمسجد الحسين أو السيدة أو المساجد الكبيرة كما قال شيخنا محمد الصغير المسجد الأحمدي، هذه أيضا مكانة اجتماعية كبرى. ثم أنا أقرر الآن معك أن الصور التي تعرضونها الآن على شاشاتكم لا تعبر عما يحدث في مسجد الحسين ولا في مسجد السيدة. ده قدام الحسين، ده الإمام الحسين، ده مولد الإمام الحسين كل سنة كده 12 يوم. أنا كنت ساكن هنا يا دكتور. هو احنا جايبين الصور دي منين؟ الصور دي من الحسين، من مسجد الحسين فعلا. مش تركيب يعني، مش تركيب. هذه الصورة الموجودة الآن من داخل المسجد، أما الصور التي فيها الناس بتتطوح يمين ويسار هذا ليس في داخل المسجد. أمام المسجد. أمام المسجد، إحنا جايبينها أمام المسجد يا دكتور. وسيلة معذرة يا أستاذ. أمام المسجد نعم وليس في داخله. ونحن لم ننقلها داخل المسجد ولا نستطيع، يعني ما عندناش، إحنا ناقلينها من قدام المسجد، أو كمان مش إحنا اللي مصورينها أصلاً، يعني إحنا ناقلينها ربما من تصوير التلفزيون المصري والقنوات الخاصة. طيب يا دكتور أرجو لو تبقى معي يعني نشرف بوجودك معنا في هذا الحوار حتى تكتمل الفائدة من كل الأطراف. نتحول إلى الزميلة حياة اليماني اللي تعرض علينا عدد من تعليقات المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن. إليك حياة، المعركة قوية في السوشيال ميديا. يبدو أن الأمر بالفعل معركة قوية فيما يتعلق بتعيين المهندس إبراهيم محلب لرئاسة مجلس إدارة أو لرئاسة إدارة مسجد الحسين. حسن بن علي يقول لو ضموا لي البابا تودروس وعلي السيستاني نائبين للرئيس لكان أتم وأكمل، فنكون قد ضربنا مثلا بحسن التعايش وقطعنا السبيل على العزال وأهل الفتنة. بينما إيهاب سيد يقول رجل تقي يكفي عمل حجة في يوم ورجع، وهي بالطبع تغريد أو يعني بوست ساخر. الحسن بن علي يقول اللغة العربية الظاهر ليست شرطا لتولي رئاسة مجلس كهذا. محمود مختار يقول المسجد ده فيه صندوق ندور بثلاثة علامات استفهام، ربما هو لم يعرف أو ربما يستنكر. حمد شعبان يقول عشان صندوق الندور فلوس يا عم الحج، وإذن هي تلميح لمسألة السيطرة على أموال صندوق الندور. حسار على تويتر يقول علشان ياخد التبرعات لجيب السيسي. بينما بهلول يقول الرجل المناسب على المنبر المناسب، وبعدين دي سبوبة ودايرة. هلا تقول طب ايه اللي ودى محلب هناك؟ طيب اذا كما ترى ايمن المسألة في وجهة نظر من يعلقون فيها قدر كبير من السخرية او تحميل الرجل مسألة انه يعني سيطر على الاموال ليست لها علاقة كبيرة في المناقشة ب كون الرجل المناسب بالفعل بالاختصاص في المكان المناسب. علامات الاستفهام والتعجب يعني عبرت عن ذلك. سخرية هي طبعا السوشيال ميديا. شكرا لك حياتي اليماني. بالعودة إلى ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد الصغير، بصفة حضرتك كنت
مستشارا لوزير الأوقاف الأسبق. يعني صندوق النظور فيه كم مليون يعني على بعضه؟ كما قال الأستاذ علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي، إيه يعني 75 مليون يعني كم؟ سبعة مليون دولار يعني، إيه المشكلة يعني؟ هيجي السيسي أو نظامه أو يعني أدواته الاقتصادية تنظر إلى هذه الملايين يعني؟ في مليارات بتدخل البلد، فأكيد في هناك وظيفة سيحققها مهندس إبراهيم محلب ودكتور أسامة العبد لصالح المصلين، لصالح المساجد، لصالح وزارة الأوقاف، لصالح الدعوة الإسلامية. أولا أنا بدأت كلامي بأن الأمر أمر مادي بحت، وحضرتك استضفت ضيف اقتصادي لم يتكلم كلمة واحدة على الاقتصاد، بل أكد على ما نقول أنه وجود هؤلاء للسيطرة على المسجد وللواجهة الاجتماعية والاستخدام القوة الناعمة. لم يذكر أن إبراهيم محلب أو أسامة العبد ذهب من أجل مشروع اقتصادي أو فكرة اقتصادية. الأمر الأهم، أنا في وزارة الأوقاف كان عندنا 235 ألف موظف، 235 ألف مصري في وزارة الأوقاف لا يوجد فيهم من يصلح يعني يتولى مجلس إدارة مسجد، فتأتي برئيس الوزراء السابق اللي هو ده ناهيك عن علماء وشيوخ الأزهر وأساتذة الجامع اللي هم زمايل أستاذنا الدكتور عبد المقصود باشا، ما فيش حد في الأزهر ولا في الأوقاف يصلح لتولي هذا المنصب. فجئنا بإبراهيم محلب، ليس رئيس الوزراء السابق وإنما رئيس شركة المقاولين العرب السابق، الذي في عصره تم تجديد القصور الرئاسية. القضية الوحيدة التي أدين فيها حسني مبارك بأنه سارق ومختلس، لكن هذا ليس موضوعنا. هو مش موضوعنا الفلوس النهاردة، هو إبراهيم محلب راح يصلي التراويح يعني؟ ما هو حضرتك بتتكلم في يعني إبراهيم محلب يصلي التراويح ولا هيمسك الفلوس؟ طب اسمح لي يا دكتور، من الناحية موضوع الوجهة الاجتماعية، أيهما أكثر استفادة، إبراهيم محلب بهذا المنصب؟ معذرة، هو منصب صغير ليس كبير، يقوم به إمام مسجد مع احترامنا طبعا للجميع، يقوم به وكيل إدارة الإدارة الدينية في محافظة كذا، صح ولا غلط؟ أما نجيب رئيس وزراء ويتولى هذا المنصب، هو يدل على تقدير النظام، تقدير أساسة المصريين لقيمة المسجد وقيمة الخطاب الديني. شافك بتبتسم لسؤال ليه؟ والله انا لا، انا عشان ما اضيعش وقت الساده، عشان ما اضيعش وقت، بالعكس احنا بنستفيد، عشان ما اضيعش وقت الساده المشاهدين هقول لهم كلمتين. لا جاوبنا على الحته دي. نعم على هذه، انتم كنتم تذهبون باموالكم هذه تقربا الى الله، وهذا عقديا غير صحيح لانه نذر في غير موضعه، فما بالكم وقد اصبحت هذه الاموال في جيب ابراهيم محلب لتذهب الى الكارته العسكريه. اما اجابتي على سؤالك ففي كلمه واحده، مصر الان انتقلت من مرحلة العسكرة إلى مرحلة المسخرة. طيب، لكن الأستاذ سليم عزوز، ماذا لو نجح هؤلاء في فعلا هو موضوع الدعوة ده موضوع مشروع أيضا، موضوع مشروع بمعنى أنه له رؤية، له أهداف استراتيجية بمعنى الكلمة، لا يستطيعها إلا رجال دولة كما وصفه الأستاذ الدكتور عبد المقصود الباشا. محلب رجل دولة، أسامة العبد رجل دولة لأنه كان بيقود جامعة الأزهر يعني بما فيها من أدوات كبيرة اقتصادية وسياسية وغيره وطلبة. شوف أنا رأيي أنه يعني ردا على السؤال المهم اللي هو يعني هدو كلهم على بعضهم 5 مليون، السيسي هيطمع في 5 مليون؟ السيسي يطمع في الساعة اللي في إيدك دي، يعني السيسي اللي طمع في حلقة 6 دي أعتقد يطمع في أي حاجة، يعني فكرة أصل السيسي مش هيطمع. يا أستاذ سليم ده المصري، السيسي هيطمع. لا بجد يعني عشان بس اتبرع أنا بكلمك هي بجد، الست اتبرعت لمصر صدقني ما عشان بس ما فوتش يعني كل حاجة يعني ما هي ما هي برضو من الدور ده برضو هتدخل في جيب مصر إن شاء الله. صبح المصري يعني بجنيه، صبح على مصر بجنيه. والكارته بتاع طريق مصر اسكندريه الصحراوي اللي هو قاعد عليها ضابط بياخد منك الكارته اللي هي جنيه رايح وجنيه جاي، يعني انت عايز الراجل اللي قاعد العسكري اللي قاعد فارش في الشارع بيبيع مربى وبيبيع عيش وبيبيع حاجات زي الباعة الجائلية، عايز تقول لي اصل دول اساسا مش طبعا الا طمعانين ونص. الحاجه الثانيه ان احنا ما عرفناش يعني في بعض المسؤولين فتح سرور وغيرهم وغيرهم كانوا يعني ناس عندهم بعد دروشه في الموضوع ويروح مول السيده نفيسه والسيده زينب وحاجات من هذا القبيل. نحن لم نسمع عن ابراهيم محلب ان لديه اهتمامات دينيه من اساسه. الحاجه الاهم من ده كله انه لما يجي القصه يعني عين ابراهيم محلب رئيس مجلس اداره زي ما لوش اهتمامات دينيه يعني، والرجل حريص على الحج ورغم انشغاله ورجع قبل عرفه
طيب ورغم انشغالي راح حج ورجع وكان وفي علماء اقروا يعني اشياء لكن حرص على الحج اللي هو الشعيره العظمى في الاسلام الذي لم يستكمله بالرغم انه يعني كان مشغولا ماشي. برئاسه وزراء يعني الذي لم يستكمله فما تقولش ان هو ملوش علاقه هو استدعى السيسي دعاني لبيته ورجع ساب الحج وجه يعني وحد في الدنيا يعمل كده طيب خلينا في الموضوع انا الراجل البسيط يستحي انه يفعل العمل هو ابراهيم اللي انا يعني عايز اقوله انه اللي كان ماسك رئيس مجلس اداره مسجد الامام الحسين كان مين؟ كان وكيل الازهر. يعني انت عندك حد تبعك موجود. الفكره كلها لو عين ابراهيم محلب رئيس مجلس اداره جامع الازهر ما كانش هيبقى في موضوع. وبعدين قصه اطول الخطاب الديني راح ولا الخطاب الديني جه ولا هو مال رئيس مجلس اداره الجامع بمساله انه الخطاب الديني، الخطاب الديني اساسا وزير الاوقاف مع الراجل الامام مع الراجل الخطيب مش 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 مش, مش مشروع ولا قضيه رئيس مجلس الاداره، لا رئيس مجلس الاداره بيكتب الخطبه ولا بيراجع الخطبه ولا بيقول له هتقول ايه ولا الدعوه وضعها ايه، هو رئيس مجلس الاداره لديه في جامع الحسين على وجه التحديد موضوع صندوق النذور لا اكثر ولا اقل من صندوق طيب النذور. انا هسال الدكتور محمد سعيد يعني في سؤال بصفته مستشار وزير الاوقاف السابق، يعني طب ايامكم كنتوا بتعملوا ايه؟ عشان مواضيع زي دي كتير فيها صندوق النذور والدعوه والخطاب الديني هدى حضرتك من الواقع. أنا قلت لك مسجد الذي موجود أبو الحسن الشاذلي ده بيتفتح ثلاثة أيام فقط، في أيامنا جاب 360 ألف جنيه. إيه اللي كان بيحصل؟ السنة التي قبلها كان جاب 35 ألف. إيه اللي حصل؟ اللجنة اللي كانت بتروح كانت بتجمع الورق وتكسل تاخد الفضة، فالفضة كانت 35 ألف، يعني هم ياخدوا العشرينات والخمسينات اللي من فوق لسه هنشيل فضة فيسيبوا الفضة دي يبعتوها ايه للوزارة. الذي حدث في ايام الدكتور طلعت عفيفي انه تم تركيب كاميرات وزير الاوقاف السابق تم تركيب كاميرات مراقبة في كل المساجد الكبرى، هذه الكاميرات مربوطة بجهاز الحاسوب الكمبيوتر الذي على مكتب الوزير شخصيا، وطلع منشور من مكتب الوزير انه لا يجوز فتح هذه الصناديق الا مع اللجنة وفيها ممثل من مكتب الوزير شخصيا. لذا الذي يرجع الى الى الملايين سيجد انها تضاعفت، كان 35 الف من ابو الحسن الشاذلي 360 الف من ابو الحسن الشاذلي. اما مسجد الحسين فهو من المساجد التي تمت فيها السرقه ونحن نتابع حتى في وجود الكاميرات، فربما ابراهيم محلب رايح هناك علشان يظبط الكاميرات. طيب دكتور عبد المقصود الباشا تعليق اخير اتفضل، ومن بعده الاستاذ علاء عبد الحليم يا ريت تفضل معنا. دكتور عبد المقصود اتفضل. مما قاله فضيله مولانا الشيخ محمد الصغير فقد اصاب حينما قال ان الدكتور ابراهيم محلب وفضيله مولانا الدكتور اسامه العبد جايين عشان يضبطوا المسائل، هو اجاب ولا داعي لتكرار ما قال. شكرا جزيلا لك دكتور عبد المقصود الباشا استاذ في جامعة الأزهر. والأستاذ علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي هل لك تعليق أخير؟ يا سيد الفاضل، هو في اهتمام من الدولة بالنسبة للقوى الناعمة، وأن الدولة انتبهت أن دور المساجد قد يكون له أهمية في المحو الأمية أو تقديم بعض الأدوار المهمة بالنسبة للدولة التي ربما لا تستطيع الحكومة في الأحوال العادية إقامتها. لكن أنا ليا بس تحفظ على الأستاذ سليم عزوز أن فكرة أن هناك جندي يبيع أشياء في حلوان، الجيش المصري عدد يتجاوز 1.5 مليون، وجود جندي او اثنين يرتكب اخطاء لا يستدعي تعميم ذلك على الجيش المصري، هو افضل جيش قد شكره. لا, لا 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 هو لم يقدح، هو فعلا في صور لجنود بتبيع فول وطعميه يعني هو يذكر خبر يعني هذا ربما يكون هذا لصالح مصر ما فيهاش مشكله. يعني الرجل لم يذكر الا خبرا عشان بس تعديلا، لانه لو اساء الى الجيش انا كنت رديت عليه. لما هو ذكر انه راى جنودا في صور وفي فيديوهات تبيع سلع للمواطنين. لا نستطيع ان نتكلم ذلك على الجيش المصري يعني. نعم، شكرا جزيلا لك، حقك محفوظ في الرد. علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا لك، وشكرا لضيوفي الكاتب الصحفي سليم عزوز وفضيلة الشيخ الدكتور محمد الصغير مستشار وزير الاوقاف الاسبق، شكرا جزيلا لكما. فاصل قصير نواصل بعده آخر فقرات نافذتنا وفيها